بداية لابد أن أوجه شكري وتقديري للحفاوة والتكريم اللي حظينا به من قبل رئيس وأساتذة الكلية، والشكر موصول إلى السيد عميد كلية إسلامية في بابل والأساتذة جميعا. عنوان البحث: جدلية العلاقة بين الهوية العربية والإسلامية. إن لفظ الهوية يعني التعبير الحقيقي عن شيء، فالهوية كمفهوم هي التعبير أو المؤشر أو الرمز عن العوامل المشتركة التي يجتمع عليها جميع أبناء الأمة، والتي تتعلق بالانتساب والولاء وأيضا الانتماء. وبالتأكيد أن هذا التعلق بالنسب والولاء والانتماء سوف يأخذ طابع ذو قدامة معينة، بحيث أنه يرفض كافة أشكال التشكيك استنادا إلى تلك العوامل المشتركة التي أسهمت في بلورتها عوامل ثقافية واجتماعية وتاريخية واقتصادية. لذا يمكن القول أن الهوية هي الذات الجماعية لأفراد الأمة كلهم، والمس بها يعني المس بكيان الأمة كله، ويمس في الوقت نفسه كل فرد منها على السواء، لأنه شك في الماضي وطعن في الحاضر ويأس في المستقبل. لا بد من القول أن كتابات الفكر القومي لم تحظى بأهمية واسعة ضمن نطاق اهتمامات المعرفية، وهذا لا يعني التقليل من أهمية الفكر القومي أو أفكاره، بل على العكس، أنا عراقي عربي مسلم، ولا أنسى أنني من بني البشر، من المؤمنين بأن الإنسان أخو الإنسان. هذه الهوية المركبة تملي ترجمتها التزامات وثوابت لا بالنهج حياة. أنا عراقي، إذن فروابط المواطنة تجمعني وأبناء وطني. المواطنة عيش مشترك، وقد تعلمنا أن العيش المشترك إنما هو التزام يحمل فيضا من المعاني. إنه الولاء لمجتمع واحد على تعدد الانتماءات المذهبية والطائفية والمناطقية فيه، وهو التلاقي تحت مظلة عيش كريم، وهو احترام متبادل ترجمته ممارسة ديمقراطية خلاقة، وهو تطلع إلى غد واعد محكوم بوعي لوحدة الضمير. أنا عربي أعتز بانتمائي إلى أمة واحدة، ومن يجمعني بهم لغة واحدة وثقافة مشتركة وتاريخ عريق ومصالح متشابكة وإدراك لوحدة المصير. لكل شعب من شعوب الأمة قضاياها الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، لا بل الوطنية، ولكن الأمة العربية لها قضية مركزية، هي قضية فلسطين، وهي قضية شعب وقضية أرض. أنا مسلم، والدين جسري إلى الإنسانية كوني من بني البشر، والدين الذي يعتنقه هو دين الانفتاح والتسامح، فلا إكراه في الدين، ينهى عن القتل ويوصي بالجنوح إلى السلم إن جنح الغير إليه، ويدعو إلى العفو فهو خير للناس، ويجعل الصفح في منزلة الإحسان، ويحكم بأن لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يؤخذ البريء بجريرة المذنب. هذا الدين الحنيف لا يخاطب قوما دون آخر، إنه دين الإنسانية جمعاء، بقوله تعالى في سورة الحجرات الآية 13: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا وجدت الشعوب والقبائل لتتعارف وتتواصل، لا لتتنابذ وتتصارع. والمسلم الحق هو الإنسان الصالح الذي يرعى أخاه الإنسان أي يكون انتماءه. لكني أظن إن ما أفرزته ظروف الواقع العربي على المستوى الفردي أو الشخصي للفرد وهو الأهم والأخطر، لأنه عندما تتزعزع تلك الثقة الموجودة داخل النفس بصحة وصواب كل ما آمن به سابقا، وبالتالي الشك في تلك المبادئ والقيم التي كانت يوما لا تتقبل النقاش ومحاولة التخلص منها لتبني مبادئ جديدة. وهذا ما نلاحظه بالنسبة للهوية العربية الإسلامية، عندما بدأ البعض يرفض أو يهدد بالتخلي عنها ليؤمن أو يتبنى هويات أخرى بديلة، كأن تكون قطرية أو دينية أو أقليمية أو أممية،
ومثال على ذلك دولة أريتريا الأفريقية التي انسحبت من الجامعة العربية بقول رئيسها سياس أفورقي: لم يشرفني الانتماء إلى جامعة لم يبقى لها سوى المقر واللافتة، ولقد سئمنا من التدخلات العربية في شؤوننا، وهذه باختصار مشكلتنا مع العرب. إن موضوع الهوية يواجهنا بقوة في العالم العربي، لأن الحياة العربية المعاصرة تسودها العديد من المظاهر البارزة للعيان والتي تؤكد وتشير إلى مسألة الهوية، فهذه المظاهر تتجلى في قيام الحدود بين الأقطار العربية والحواجز الجمركية واختلاف النظم الاقتصادية والنقدية وانعدام الجنسية. حتى الأجنبي الوافد إلى الوطن العربي من أوروبا وأمريكا يلقى في زيارته وإقامته وعمله ما لا يلقاه المواطن العربي، وهذا المواطن العربي قد يلقى بالمقابل في زيارته إلى الدول الأوروبية وأمريكا من الرعاية والعناية والاهتمام ما لا يلقاه في وطنه الكبير وبين أفراد أمته. فأصبحت مسألة الهوية ذات ضرورة بالنسبة إلى الحاضر الشقي الذي نعيش فيه، في حين إنها تبدو ضرورية بالنسبة إلى الماضي المجيد السالف ولا نعرف مدى أهميتها في المستقبل القادم. فمسألة تحديد الهوية أصبحت ضرورية لأجل تغيير وتطوير وتهديم الحاضر الذي نعيش به وبناء المستقبل الزاهر الذي نحلم به، وقد تصبح أكثر لازمة وضرورية لأجل مواجهة تلك النزاعات الانفصالية والأقليمية ومحاولة التجزئة التي تحاول مد جذورها في الوطن العربي وفي الحياة العربية. وأختتم هذه الورقة بقول لنزار قباني عندما وصف الغزو الثقافي لأمتنا العربية بقوله: عواطفنا السياسية تتخبط كثعبان صحراوي حسب درجات الحرارة، فمرة ترتفع حرارتنا إلى 40 فنحب بعضنا حبا جنونيا كما حدث خلال حرب تشرين، ومرة تهبط حرارتنا إلى 0 فنتحول إلى زواحف قطبية تعض بعضنا عضا جنونيا كما يحدث في هذه الأيام. حلمنا بالوحدة العربية الإسلامية فلما وصلنا إلى النخلة اختلفنا على البلح، تبجحنا بالدولة العربية الواحدة التي لا تغيب عنها الشمس فلما حصل صار شمعة واحدة تكفي لإضاءة دويلاتنا الصغيرة. أليس كلمات نزار قباني منسجمة مع واقعنا العربي الحالي؟ ألسنا جميعا نتحمل مسؤولية هذا الواقع؟ أليسنا من حقنا أن نأسف على هذا الواقع وأن نحلم بعودة المجد العربي الإسلامي السابق؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، شكرا دكتور.